غادي نضيف السكر الكلاسي الماكسيموم باش ما كيتحركو ليناش. الامومه كان عيشة بواحد الشكل عجيب، بشكل زوين. بنياتي فاش جاو الحياة أعطوني واحد ثقة في النفس وخلوني كنحس براسي كنعيش ليهم قبل ما أنا كنعيش ليا، فبيهم باش أنا كاينة دابا. حاجة واحدة اللي تبدلت في عالم اليوتيوب منين دخلت ليه هو أنني تقربت بزاف 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 من الناس اللي كيبغوني ومن الناس اللي متبعيني شحال هادي. يعني من قبل كنت غير مثلا كيدوز شي عمل ديالي في التلفزيون ولا في السينما، فما كناش كنسمعوا الاراء ديال الناس، ولكن الناس اللي كتبغيك ولكن ما كتعرفيش. ولكن اليوتيوب لا، يعني قربني بزاف من الناس وكنسمع اراء ديالهم سواء كانت ايجابيه او سلبيه، وكنحاول انني ندير بها.